ما لي بتأويل ما رأيت؟ ما رأيت يا مولاي؟ البارحة بينما كنت نائماً أفقت مذعوراً، ارتج أيواني وانشق حائط قصري وسقطت منه 14 شرفة. وأنا يا مولاي كنت في معبد النار، وفجأة انطفأت كلها في لحظة. وأنا يا مولاي رأيت في المنام إبلاً صعابة تقود خيلاً عرابة انتشرت في بلادنا. فما تأولتها؟ تأولتها أن العرب سيغزوننا يا مولاي. العرب؟ هؤلاء الحفاة الجوعى؟ مولاي، ما عندك أنت؟ خبر رهيب. لقد غاصت الليلة بحيرة ساوى المقدسة وجفت، وفاض وادي السماوة بعد جفافه الطويل. لكأنها نهاية الدنيا يا عبد المسيح. لعل هذا الأمر آتى الذين قبلكم، أليس عندكم شيء من تأويله؟ مولاي، لي خال راهب في الشام عارف بالرؤيا، فإذا أذن لي ملك الملوك ذهبت إليه وسألته. اذهب اللحظة يا عبد المسيح. سميته محمداً ليحمده من في الأرض ومن في السماء. اللهم احفظه، اللهم جنبه عاديات الدنيا وحسد الحساد، اللهم اجعله سيداً ماجداً طيباً طاهراً يا رب هذا البيت. أما زرت آمنة يا رقية؟ بلى والله، ولقد سمعت ورأيت عجبا. حدثيني يا رقية. قالت لي آمنة إنها حين حملت به رأت نورا خرج منها فأضاء لها قصور الشام، وقالت لي إنها حين حملت به رأت بالمنام آتيا أتاها فقال: يا آمنة، لقد حملت بسيد هذه الأمة، فإذا وقع إلى الأرض فقولي ويذه بالواحد من كل شر حاسد، من كل برد عاهد، ومن كل عبد رائد يذود عنه ذائد، فإنه عبد الحميد الماجد حتى أراه أتى المشاهد. لعله هو يا أختها. وقالوا لها في المنام: سميه محمداً يحمده أهل السماء والأرض. والعجب يا أخي أنه جاء مختوناً مقطوع حبل السرة. لعله هو يا رقية، هو النبي المنتظر. أأنت حزينة؟ لا يا أخي، إذا أراد الله لكان، إنها إرادة الله. صدقت يا أختها، إنها إرادة رب البيت. بورك لكم مولود عبد الله يا عبد المطلب. لقد صار ليل مكة بالأمس مثل قنديل مشتعل. تالله يا عبد المطلب يا سيد البطحاء، سيكون لابنك هذا شأن، وإني لا أرى أنه النبي المنتظر، وعسى رب البيت يبقيني إلى أن يبعث. بورك فيك يا زيد، بورك فيك، إنك فتى تقي. عبد المسيح على جمل مشيح، بعثك ملك ساسان لارتجاج الإيوان وخمود النيران ورؤيا الموبذان. رأى إبلا صعابا تقود خيلا عرابا،
قطعت دجلة وانتشرت في بلاده. يا عبد المسيح، إذا كثرت التلاوة وظهر صاحب الهراوة وفاض وادي السماوة وغاصت بحيرة ساوة، فليس الشام لسطيح شاما، يملك منهم ملوك وملكات على عدد الشرفات، وكل ما هو آت آت، وكل ما هو آت آت. خالي خالي، مات خالي. الخير والشر مقرونان في قرني، فالخير منبع والشر محذور. لك ذو العرت أيها الكاهن؟ هو والله هو، قد ذهبت النبوة من بني إسرائيل إلى بني إسماعيل، عرفته بصفاته وخاتم النبوة بين كتفيه. فلا تفرحوا يا معشر قريش، والله ليسطون بكم هذا الغلام سطوة يخرج خبرها من المشرق والمغرب. ويحك يا رجل، إن كان ذلك فبأمر الله، أتعترض على حكم الله؟ إنه بشارة أخيه عيسى ووصية جده إبراهيم. غيرة كغيرة الفرس. إلى أين ذهبت يا أختي؟ إلى غرة من نور تتلألأ بين عينيه كأنها نجمة الصبح أو الثريا. من يا أختها؟ عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم. عبد الله، إنهم قوم كرام يا أختها، قوم كرام.